Prima. والمنتوج هانتوما كتشوفوا الارتيزانا ماروكان، السرج التقليدي، السرج التقليدي تقليدي، ملي كتقول تقليدي فيه اليد، صمت اليد ولا صمت الحر بحال هذا. المهم على حسب الطلب ديال الفارس شنو بغا، على حسب الامكانيات ديالهم. دابا حيت ولينا ما بقاش كنفرض عليك هذا السرج، الامكانيات ديالك شنو كتفرض انت اللي وليتي كتفرض علينا شنو باغي. والاغلبيه ديال السروج دابا كاين الصم ديال اليد، فيه جماركات، فيه الحر وفيه العادي، وفيه العادي وكاين ديال الماكينه. دابا هادو واحد الموديل ولا عليه الطلب لانه رخيص شويه بحكم هاد المسابقه اللي ولات دابا ديال الجائزه. انسان كيبغي كيصير الجمرات في العام، خصو يبدل اللبسه الجمرات في العام، وماشي ساهله باش تبدل اللبسه ب 7 مليون، خصك 14 مليون في العام، ماشي ساهله. علاش الانسان ولا كيتجه لهادشي ديال الماكينه باش كيخدي لي بري؟ كيبقى بحال دابا ديال الماكينه ب 70000 ريال بحال هذا، كاين الحر كيبقى بمليون ونص، كاين بحال هذا كيبقى ب 5000 درهم. لي بري كتفرق على حسب المنتوج، واش كاين جيل، واش كاين دوبلور عادي سكاي، داكشي كيبقى على حسب. هذا هو الفرق اللي كاين في المنتوج. ما السرج كيبقى سرج، راه الموديل ديالو الكابيري راه ما كيتبدلش. هو المونتاج عندنا حنا في 15 جور 15 يوم، ولكن الخدمه كنخدموا على العام. الخدمه ديال هذا العام راه حنا بادينا العام اللي فات، كنخدموا للعام. خدمه هذا العام ما كنخدموش دابا، مخدومه العام اللي فات، وحنا هكا كتوجد. الا جيتي تخدم راه الا جيتي تحسب لها راه بياسه كدير لك 3 شهر 4 شهر، ما يمكنش غير الكليان غيتسناك 4 شهور باش توجد ليه انت وانت ما تخدمش وهو ما غيلبس. علاش كنضطروا نخدموا للعام، كنوجدوا الكوموند للعام. الزواقه انت كتختار الموديل، الزواقه اللي غتخدم كتحاول تمضي في فيها اللون ولا الكاباري. كيما دابا حنا نيت العاود ولينا كنسليميوه، العاود ما بقاش عنده داك العبار الاول مترو 10 ولا، ولينا كنسليميو. دابا هو خصو يلبس 90 دير صغير باش كيبان العاود، لان دابا لاسوري اختارت واحد الماركه ديال العود كيقول اراب بار، قليله جاريه وصباره ولكن قليله، خاصك تعطيها الفصاله قدها. هذا هو دابا الاجتهاد اللي خاص الانسان يجتهد، اللي كيمشيو مع السرج لوازم السرج اللي كيكملوا الفارس اللبسه ديالو. عندك التماك بما كان كيعرف بكري بالبلغه، كانوا كيلبسوها البلغه، حنا زدنا داك التماك وطولناه، داكشي العصرانه ولا كيحافظ الانسان على رجليه. هذه وحده. وكاينه الصباعيه الليغا اللي كتمشي مع المكحله، كتكون هي سيكيريتي اليد، شي فارس ما خاصوش يتوعد. وكاين الدليل، الدليل هو عباره على شكاره كيدافعها المصحف. الانسان انت راكب فوق العود راه كيتسمى هذا قبر، خاصك يكون عندك المصحف ديالك كواقي. هذا هما اللوازم اللي كيمشوا مع السرج. لا هذه لي بخي ديالها كيفتارق فاش هو الجلد على حسب الماتير. الا كان جلد راه كيبقى ب 350 درهم، كان شي ماتير ناقصه راه كينقص الثمن ضروري سكاي ولا شحال. داكشي داكشي حنا ما كنخدموهش كاع، كنشدو حاجه واحده اللي كتبقى مزيانه. حنا تنصاوبو السروج العصريه، كاين فرق بين السروج العصريه والسروج التقليديه. السروج التقليديه مثلا تعتمد على السروج من الجلد، والسروج الاخرين يعني ما فيهاش الجلد يعني. هذا هو الفرق بيناتهم. هاد السروج هادو يعني يمكن لك تستعملهم توقفت على الحواجز، والسروج الاخرين يعني ما يمكنلكش تخدم فيهم لانهم ثقال بزاف، يستعملوا التبوريطه صافي. والسروج يعني يمكن لك حيت يعني بزاف ديال الانواع ديال السروج، كاين تقريبا السروج ديال البوني، وكاين ديال سميتو ديال لوروندوني، وكاين ديال لوبستاكل مثلا. يعني الصناعه ديالو تقام عليك يعني اسبوع بحال هكا. الثمن ديالو يعني تيبدا تقريبا من 4000 درهم حتى 10000 درهم. يعني تيمشي كاين اللي فيلي، كاين مثلا الفيلي تيكون في الراس ديال العود، وكاين اللي طابي اللي تتكون فيتو تتكون تحت السرج تتبع اموغتيسور. يعني تيكون عندها هذاك السرج يعني عنده واحد السانكل تبيت الحزام تيشدو تسميه السانكل، وعندو لي تيتري يعني كالركابه اللي تيطلع فوقها سميتو، وعندو لي تيتري فيه تشد الركابه، وكاين لي مور تكون في الفم ديالو باش تحكم فيه، ولي غير عاوتاني باش تحكم في هذاك لي مور. هادوك هما سميتو لي كاتا ترونسبور. هادوك الدور ديالهم هو انه مثلا الحصان تيبغي يطلع الكاميو تيديرهم لي في رجلو باش ما يقيش رجليه.
تسمو لي كيتر ترونسبور هادو، وهادو تسمو امورتيسور، هادو هما لي طابي، وهادو لي كسي كيما هما لي فيلي. دابا هذا هو لاصيل، هذا تسمى لاصيل. بغيتي تخيطو مثلا باليد، عندك هذا تسمى هو اللي تتخيط باليد، هو سميتو. عندك تسمى هادو، وهذا هو اللي تتخيطو باليد. هذا البانو تسمى البانو أو الليبا. ما يمكنلكش تخيطها بسميتو، ما يمكنلكش تخيطها بالماكينة، لأن تتخيط من الداخل، تتخيط من الداخل. هذا وهذا تسمى السياج هذا. يعني تتخيط من لهنا، هاد البلاصة هذي تتخيط باليد، تخيط كل بلا ما هذي تخيط باليد من الداخل، عاد تتقلب تضرب واحد الخفيف باش يهبط هكا باش ينزل. هادو هما جوج تخيطو، يعني الأغلبية تخيطو، يمكن مستحيلة تخيطهم بالماكينة. والشيء الآخر يمكن لك تخيطهم بحال دابا هاد البارتي يمكن لك تخيطها باليد. تخيط بالماكينة هذي، يمكن لك تخيطهم بالماكينة هذي. أصلا مخيطين دول الماكينة هذو يسموه كارتيرات ديال السرج، هما تخيطو بلا ماشين هذو. يعني يمكن لي ياخذ، كان شخص واحد يمكن لي ياخذ حتى الاسبوع واسبوع ونص، ولا كانوا بليدو بالماكينه، ولا كانوا يعني كثر انسان يمكن في 3 جوغ يخيطوا يوجدوا واحد السرج. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.